بسم الله. اسمعني، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخذنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي العدد، تنقسم العدة إلى كم قسم؟ ما وجه إرادة المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الكتاب، كتاب العدد والاستبراء؟ نعم، أنه بعد أن حصل النكاح وكان هناك خلع أو طلاق أو وفاة، ناسب أن يذكر العدد. فالعدة تنقسم إلى قسمين، عدة وفاة وعدة طلاق. ذكرنا قاعدة وهي الحمل أم العدد، يعني يقضي على كل عدة، فإذا وجد الحمل فهو العدة حتى تضع جميع ما في بطنها، إنه قد تضع الأول ويبقى الثاني. طيب، فالمتوفى عنها إذا كانت حامل بوضع الحمل، وإذا كانت غير حامل 4 أشهر و10 أشهر هجرية، مفهوم؟ طيب، أما المطلقة ننظر، غير المدخول بها ليس لها عدة، مجرد ما تطلق فقد حل لها أن تتزوج، ليس لها عدة. أما المدخول بها حامل بوضع الحمل، تحيض أو لا تحيض، تحيض 3 حيض، لا تحيض صغيرة أو آيسة كبيرة 3 أشهر، مرتابة ولا تدري انقطع الحيض ولا تدري ما سبب الانقطاع، هل هو المرض أو الحمل أو الكبر مثلا، فننتظر حتى نتيقن أنه لا حمل. هذا ما يتعلق بالعدد. أما الاستبراء قلنا هو معرفة خلو الرحم من الحمل، ويكون في الأمة مثلا إذا اشتراها أو انتقلت إلى ملكه بعد الدخول مثلا في أسر الحرب. طيب، أجلس فتح الله عليك. بالنسبة أخواننا لهذه المسائل التي ذكرناها من العدد والاستبراء والطلاق والخلع واللعان والحضانة، حضانة حفظ الصغير، وقال القيام بمصالحه، زمن الصديق رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، في زمن الصديق أبو بكر رضي الله عنه عين عمر رضي الله عنه الفاروق قاضي، سنة كاملة لم يأتي أحد، سنة كاملة لم يأتي أحد إلى مجلس القضاء إلى القاضي عمر رضي الله عنه، سنة كاملة، هل يعقل أنه ما حدث شيء في هذه السنة؟ لكن قالوا انظر إلى الحاكم الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، القاضي عمر فاروق، الرعية الصحابة رضي الله عنه، كل واحد منهم عرف الذي له والذي عليه، القاضي فاروق صاحب الدرة عمر رضي الله عنه، الخليفة أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بعض الشباب هدانا الله إياهم يقول ليس عندنا حكم أو كذا أو قضاء، يا أخي اعرف الذي لك والذي عليك وأدي الحقوق، لا يحتاج أن
بعض الناس هدانا الله إياه يعني يقول الخليفة فيه كذا وكذا وكذا. طبق أنت الذي تقدر عليه، أنت في نفسك لو طبقنا الإسلام على ما يذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لو كل واحد منا طبق الإسلام على نفسه قامت الدولة الإسلامية. فالرجل الآن الزوج يعرف الذي له والذي عليه، يعرف أنه إذا طلق المرأة يحرم عليه إخراجها من بيتها حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة ينظر إلى الحضانة، الولد عند من؟ قال عند الأم، خذ الولد وأنا أنفق عليه ويعطي النفقة في وقتها. إذا تزوجت يقول أنت تزوجت الآن، نريد أن تنتقل الحضانة إلى الأم، أم الأم، وهكذا يعرف الذي له والذي عليه. نحن نعرف أن بعض الناس هدانا الله إياه مجرد أن يحصل أي خصومة مع الأهل وكذا يبدأ بمخالفة الشريعة، ما يمكن. بهذا لا نحتاج إلى قضاء أصلا. كل واحد يظن، بعض الطلاب هدانا الله إياه عندما يقرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله وكتاب القضاء على ما سيأتي معنا، يظن أن القضاء فقط يكون عند السلطان والقضاء، ما يدري المسكين أن كل واحد لابد أن يكون قاضي، قاضي على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده وعلى من هو معهم. لو طبق كل واحد منا ارتحنا والله. أي نعم، ينظر إلى حال السلف، وذكرنا لكم قصة عمر رضي الله عنه، لا تحتاج إلى قضاء، لا يحتاج أحد الذهاب، كل واحد يقيم الشريعة، فإذا قامت الشريعة الحمد لله استقامت الأمور. تزوج وطلق وعدة، ناسب أن يذكر المؤلف هنا على ما رتب كتاب الأطعمة، أطعمة وأشربة، الطعام والشراب. الشريعة لم تترك شيء. الطعام إما حيوان أو غير الحيوان، مفهوم؟ هذه الأطعمة حيوان وغيره. الحيوان إما حيوان بحري أو حيوان بري. الحيوان البحري كله حلال، حتى ميتة البحر حلال، إلا ما هو من حيوان البحر ولكنه مستقذر خبيث. يمثل لهذا مثلا يقول الضفدع مثلا منهي عنه، كذلك الآن التمساح يعيش في البر والبحر وأيضا له ناب على ما سيأتي معنا في الحيوانات. هذا بالنسبة لحيوان البحر، البحر كل ما في البحر حلال. وبهذا تعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الحلال كثير ولله الحمد. لو تنظر إلى المحرمات بالنسبة للأطعم والأشربة تجدها قليلة، والحلال كثير جدا. طب لماذا حرمها الله؟ بخلا علينا؟ أعوذ بالله، لا يمكن أن يقال هذا، إنما هو صيانة لنا. وأن تنظر الآن إلى هذه المحرمات تجدها مستخبثة، تأكل الخبائث، يأتي طبع هذه الحيوانات عند الأكل منها لمن؟ لهؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. التأثير يقول ابن القيم بالطعام أشد من التأثير بالشراب. الآن مثلا انظر إلى الخمر، يتأثر بذهاب العقل. أكل الخنزير أشد، يقول إن بأكل الخنزير يبقى تأثير هذا اللحم عليه، نسأل الله السلامة والعافية، لا غيره. كالبهائم ويأكل الخبائث ويأكل كذا وكذا حتى يعني تخرج رائحة وما إلى ذلك. إذن حرم الله سبحانه وتعالى هذه المحرمات
من رحمة سبحانه وتعالى بنا. ثم أن المحرمات عند الضرورة تصبح طيبات، سبحان الخلاق. الآن مثلا الحمار، أي حمار المحرم الأكل، الحمار الأهلي خرج بهذا الحمار الوحشي المخطط، حمار الوحشي حلال والحمار الأهلي حرام. طيب وقت الضرورة، وقت الضرورة أشرفت على الموت، تأكل من الحمار الأهلي للضرورة فقط، صحيح؟ تمرض؟ لا. لكن الآن لو نأتي لك بحمار مشوي وكذا تأكل يضرك ولا شك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قاعدة، ذكر قاعدة أن الله سبحانه وتعالى إذا أحل شيئا شرعا زال ضرره قدرا، إذا أحل شيئا شرعا زال ضرره قدرا. الحمار لو تأكل منه قد تموت تمرض، حمار، لكن عند الضرورة يصبح طيب. مثاله أنت الآن أحيانا تجوع، هذا يقول نادر، نعم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول كان الناس في القديم يموتوا من الجوع، وإذا بهم في العصر الحاضر يموتوا من الشبع. نعم والله صح. متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار، أكل الحمار ويرقص في الناس حتى يقع، لماذا؟ وقالوا سكرنا بحب الإله. قال لا، وما أسكر القوم إلا الشبع القصار. تهان مساجدنا عن ذاك السماء، وتكرم عن مثل ذاك البيع. ما يمكن أحد يتراقص هناك عندهم، لكن هنا في المساجد يدعون أن هذا هو الدين، رقص. فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكم منكر للبدع؟ قل بلى منا. نعم. تكون أحيانا لا تجد شيء في البيت، تبحث تبحث تجد تمر قديم، شيء من البسكوت يعني به سوس وكذا، ماذا تصنع؟ تنظف هذا التمر وتبحث، تلقي شيء من الدود وكذا وتأكل أطيب ما يكون، صحيح؟ جوع. نعم. فهذه هي الشريعة، جاءت لجلب كل خير ودفع كل شر، ولا بد أن ترفع رأسك بانتمائك لهذه الشريعة، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. حيوان بحري وحيوان بري. الحيوان البحري حلال، حتى ميتة البحر حلال، حتى وإن كان هذا الحيوان البحري له اسم مثل اسم الحيوان البري، لكن الحيوان البري محرم وهذا حلال، إلا إذا كان مستقذر مستخبث يأكل الخبائث وكذا فهو محرم، قلنا كالضفدع والتمساح. أما الحيوان حيوان البر، عندنا حيوان البر قاعدة، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل ذو ناب من السباع، ذو ناب يصيد ويأكل به أسد، فهد، اصبر معي، أسد وفهد، يسمي
العرب الأولاد في القديم يسموا الأولاد للأعداء ويسموا العبيد لهم، يسمي الولد أسد، فهد، رعد، صخر، حرب، علي، خالد، نعم يسموا الأولاد للأعداء. يسمع العدو بقدوم الجيش، من في الجيش؟ قال في الجيش أسد وفهد ورعد وحرب وصخر وعلي وخالد والمغيرة، يقول هزمنا. ويسمى العبيد لهم، يسمى العبد مطيع، فلاح، نجاح، نعم نافع، لأنه يناديه يا نافع انفعني. خرج قبل أن تبدأ المعركة، لا بد يعني شيء حتى تحمى يحمل وطيس. خرج للمبارزة 3 من المشركين: الوليد يعني صغير، هذا لا يصلح للحرب، خرج للمبارزة. سبحان الله، طب الأصل تخرج وليد أو رضيع ما يصلح، هذا يخرج إنسان كبير. أخرج الوليد، الاسم يدل على الضعف، الوليد. الثاني خرج شيبة، شيبة سبحان الله هذا لا يصلح للقتال، هذا يصلح للمقابر. شيبة خرج. الثالث عتبة، يعاتب على كل شيء، من باب أولى يعاتب على القتال. خرج على الثلاثة قتلوا، أي نعم. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، سلمة جاء جيش لصوص قطع طريق إلى المدينة ونهبوا وأخذوا وفروا، رآهم سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع رجل واحد، ركب على الفرس وحاول إدراك هؤلاء، فنظر أنه إذا بقي على الفرس ما استطاع أن يدرك هؤلاء، نزل من على الفرس وجرى برجليه أسرع من الفرس. هذا في الصحيح. أدرك القوم وكان يرميهم ويقول: خذها ونبن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال: اليوم نعرف من يرضع من أمه، أنا فطمتني أمي من زمان. انتبه، بعض الناس يظن أن الطعام والشراب هو الذي يكون به القوة والرجولة وكذا، ولا يدري أن الصحابة رضوان الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم يمر الهلال والهلالين والثلاث أهلة، نبي الأمة، وليس في بيته شيء، ما شبع آل النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير، خبز أرض خبز في الأيام التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خبز الشعير، ما شبع آل محمد عليه الصلاة والسلام من خبز الشعير. لكن انظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والجلد، تقوى الله، إيمان. الواحد كان يعد، الواحد من الصحابة رضوان الله عليهم، الواحد يعدوه بألف واحد، جيش وحده. بماذا؟ قوة الإيمان أخوانا، ليس بقوة الطعام والشراب. انظر إلى أئمة الإسلام، إمام أحمد واحد، رجل واحد يقول إمام أهل السنة والجماعة، رجل، نعم. وتنظر اليوم تعد رجال، هم ليسوا برجال، اي نعم. فاذا اخواننا، القوه هي قوه الايمان. والعام يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من اهل السنه يغلب الف من هؤلاء، عامي فما بالك بعالم.
قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالقوة هي قوة الإيمان. طيب الثاني حيوان بري. عندنا قاعدة في الحيوان البري واحدة واحدة حتى تضبط ولا تسأل أحد بإذن الله بعد اليوم. كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير يصيد به سقط. طيب كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله. كل ما أمر بقتله الحية العقرب الفأر أمر بقتله صح. في الحل وفي الحرم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وزاد مسلم وفي الصلاة هذا مأمور بقتله. المنهي عن قتله كذلك منهي عن قتله. كيف تقتله؟ إذن حرام الأكل. كل ذي ناب كل ذي مخلب كل ما أمر أو نهي عن قتله. طيب يبقى معنا كل ما هو مستقذر ويأكل خبائث كالجلالة سيأتي معنا. جلالة هي التي تأكل الخبائث في الغالب. سيأتي معنا مرة في القواعد الفقهية عند ابن سعدي رحمه الله أن هناك وازع طبعي وازع شرعي. شيء يمنعك من ارتكاب المحرمات أحيانا المانع يكون الطبع. فيه عاقل يأكل خبائث حتى الدواب إذا كانت تأكل خبائث ماذا نصنع فيها؟ نأتي بها وندخلها السجن. نعم حتى تعتاد على أكل الطيب ثم تخرج. لديه دجاج واعتاد على أكل الخبائث ماذا نصنع فيه؟ يحبس حتى يعتاد أكل الطيب ثم يخرج. العاقل الإنسان ما يمكن يأكل خبائث صحيح؟ هل عليه عقوبة؟ لا عقوبة. اكتفى الشرع هنا بالوازع طبيعي. طبيعة تأبى أن تأكل خبائث. يا أخواننا عرض الخمر والله على دواب وأبت تشرب الخمر. في أحد يشرب خمر عاقل؟ سبحان الله. في أحد يأكل خنزير وهو عاقل؟ أيضا سبحان الله. الثاني وازع شرعي مثل ما ذكرنا مثلا في يأتينا عقوبة السرقة مثلا. طيب كل ذي ناب كل ذي مخلب كل ما أمر أو نهي عن قتله كل ما هو خبيث. الخامس قبل هذا الحمار. حمار الأهلي ذي ناب ذي مخلب مأمور بقتله منهي عن قتله خبيث يأكل طيبات محرم الأكل للنص الحمد لله. هذه أمور خمسة من يعيد عليه؟ نعم يا شيخ بسم الله. الأول كل ذي ناب من السباع أسد وفهد وغيره وكلب. نعم ذو مخلب من الطير يصيد به. نعم ما أمر أو نهي عن قتله استقذر مستقبح ويأكل الخبائث حمار والحمد لله حمار الأهل وترتاح. وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. طيب ال
الحيوان عرفناه يبقى معنا غير الحيوان، أطعمة. الطعام الأصل فيه الحل، كل الأطعمة، كل الأطعمة إلا ما هو مضر. نعم. طيب، كذلك الأشربة كلها جائزة وحلال إلا ما أسكر أو أضر، مضر كالسم، مسكر الخمر. وكذلك لدينا الآن يعني بعض الأشياء التي يعني حدثت، مخدرات وغيرها. طيب، أمثلة للحيوانات الجائزة الأكل، من يعرف؟ حيوان، بسم الله، بهيمة الأنعام، إبل، بقر، جواميس، غنم، خيل، يجوز أكل الخيل؟ الخيل، نعم، يجوز، نعم، في حديث في هذا. الدجاج، ما تأكل دجاج؟ جائز. ما تعرف الدجاج؟ ايش؟ قولي. جائز؟ جائز. البط؟ جائز. الحمام؟ خلوه بيجون مو بيجو، انتبه. نعم. وغيره؟ الأرانب، اجلس، هذا كل كلمة ترجمة، أوقف الشيء. أرانب، الضب، الضب يجوز، أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، الضبع كذلك، مفهوم؟ الجراد، حي وميت. الضب يجوز، الضبع يجوز، اجلس. الحمار، الوحشي جائز الأكل. الأهلي، لماذا؟ جاء النص فيه، سبحان الله، الصحابة في خيبر رضوان الله عليهم لم يمنعهم الخروج للجهاد في سبيل الله لا مرض ولا خوف ولا قلة زاد. خرجوا لخيبر وعلي رضي الله عنه به رمد، طبخوا الحمر الأهلية جوع، جهاد تعب ومشقة، ونحن اليوم لا تعب لا مشقة لا غير. طيب، ثم ذكر باب الذكاء والصيد، يعني التذكية هي أو أقسام ثلاثة التذكية، وارتاح، ذبح ونحر وعقر، كم قسم؟ ثلاثة أقسام، بهذا يكون تكون التذكية، كم قسم؟ تقدم حتى لا ترى، ثلاثة. ذبح كما نذبح الآن البقرة والشاة، نحر يكون هنا، مفهوم؟ كما يصنع بالإبل. نعم. الأول ذبح، والثاني نحر، والثالث عقر. العقر يأتي في أي مكان يكون، تعقرها حتى تقع، مفهوم؟ فعقروها قال، يعني اجلس، تعيد. الذبح مثل ما نذبح الآن
الغنم والبقر، والنحر مثل نحر الإبل، والعقر أن يعقرها في أي مكان، مفهوم؟ أو يرميها مثلا بالسهم. طيب اجلس. الحيوان ذكرنا أنه حيوان وغيره هناك في الأطعمة. الحيوان لا يكون حلال الأكل إلا بالذكاء، إلا السمك والجراد، نعم لا تذكى، ويذكى حيوان البر غير الجراد. التذكية تكون بشروط سوف تأتي إن شاء الله تعالى، إما بالذبح أو النحر. يصح، يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يصح أننا نذبح البعير ويصح أن ننحر البقرة مثلا، نعم. طيب شروط الذكاء: أن يكون المذكي أي الذابح مسلم أو كتابي يهودي أو نصراني، مفهوم؟ هذا الشرط الأول. من يعيد لي الشرط الأول؟ شرط، هو يقول الشروط، الشروط شروط للذابح وشروط للآلة وكذلك شروط في المذبوح أن يخرج منه الدم. بسم الله. أن يكون الذابح أي المذكي مسلم، خرج بهذا، قال مسلم أو كتابي، خرج بهذا. المجوسي، ذبيحة المجوسي يا أخوانا ما أحد يتكلم إلا فلان. اسمك؟ عبد الله. عبد الله، طيب عيد من جديد. مسلم أو يهودي أو نصراني، خرج بهذا المجوسي. طيب واحدة واحدة معي. مجوسي تصح ذبيحته؟ لا تصح. طيب من يعبد القبور؟ لا تصح. وثن يعبد الأوثان؟ لا تصح. رافضي؟ لا تصح. رافضي يا رجل، سبحان الله، رافضي رافضي، لماذا لا تصح؟ تصح ذبيحة الكتاب ولا تصح ذبيحة الرافض؟ نعم لا شك في هذا، نعم لا تشك في هذا طرفة عين. الكتاب عندنا نص والرافض عندنا نص، عباد أوثان ما تأكل ذبائحهم أبدا. هل تصح ذبيحة المرأة؟ يا رجل اتق الله، نعم مسلمة تذبح، تأكل ولا ما تأكل؟ تأكل، بل ورد في هذا عن الصحابيات رضي الله عليهم، مسلمة تذبح، تذبح الحمد لله. أجلس. نعم. الشرط الثاني أن يكون الذبح بمحدد، الذبح يعني شيء حاد، قم، أي نعم سبحان الله، ذبح بمحدد، يذبح بالسكين. سكين يصح؟ سكين بلاستيكية لا يصح. لا يصح. تعرف أنه بعض الناس هدانا الله إياه لديه أظافر ما شاء الله، فيذبح يقول بهذا الظفر، لا يصح. ها؟ لا يصح. يجرح. لا يصح. لا يصح. بالعظم لا يصح، لا بالعظم ولا بالظفر. الله يفتح عليك. اجلس. بعد هذا أن ينهر، يسيل الدم، ينهر الدم الذبح وبعد هذا يسيل الدم. انتبه معي، قد تذبح شاة ولا يخرج منها الدم، هذا دليل أنها ماتت قبل الذبح. الآن سقطت دابة شاة من على الجبل وأدركتها وهي حية، بسم الله الله أكبر
وذبحت بمحدد. كيف تعرف أنه حلال؟ إذا سال الدم، فهذا معناه أنها وقت الذبح حية. كذلك لو صعقت بالكهرباء، يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله هذه المسألة، لو صعقت بالكهرباء وأدركتها الآن بسم الله الله أكبر وسال الدم حلال. مفهوم؟ أن يقطع الشرطة الرابع، أن يقطع المري والحلقوم على ما يذكر المؤلف رحمه الله، مجرى الهواء صحيح، نعم، ومجرى الدم، مجرى الطعام ومجرى الهواء، مجرى الدم الوجهين عرقان. طيب الشرط الخامس أن يسمي. التسمية إذا نسي التسمية ماذا عليه؟ يعني جاءنا هذا الأخ قال الأضحية، اشتريت الأضحية بالتقسيط، كل شيء في أوروبا بالتقسيط، الله المستعان. المهم اشترى الأضحية وذبح، الله المستعان، نسيت التسمية، ماذا أصنع؟ نعم صحيح، يأخذ هذه الأضحية إلى الكلاب، ميتة ميتة. هذا كلام من؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله. يستدل بماذا؟ يستدل بالصيد. إذا نسي التسمية الآن عند الصيد على ما سيأتي معنا في الحديث تكون ميتة ولا أكل منها، مثل هذه الأضحية. لو نشرنا هذه الفتوى بين الناس تجدوا الآن بعض الناس يسمي وهو يمشي، قبل عندما يأخذ السكينة يسمي بسم الله الله أكبر. أي نعم، فإذا نسي التسمية كانت ميتة، يجرها أكرمك الله كلاب، أي كلاب معروف، أي كلاب. طيب بعد هذا ذكرنا الذبح والنحر العقر. الآن ند فر بعير زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأدرك رجل من القوم وعقره، يعقر في أي مكان لكن يسمي، فإذا انقلب الحيوان المستأنس إلى حيوان وحشي كيف نقدر عليه؟ يعقر ويصاد، ينقلب الآن إلى صيد، مفهوم؟ في أي مكان إذا سمى كان حلال وإلا فهو حرام. سمى على الصيد الآن، وجد غزال وعقرها في أي مكان، قال بسم الله وعقرها، كانت حلال. نعم الآن بعد أن ذكر التذكية، طيب عندي سؤال، من يعرف؟ بسم الله شيخ محمد. مسلم وبمحدد، ذبح بمحدد وأنهر الدم وقطع المري والحلقوم على ما ذكر المؤلف والوجهين العرقان يمشي منهما الدم، وذكر اسم الله عليه خنزير، حلال ولا حرام؟ كل الشروط متوفرة يا رجل، خنزير ها حرام. طيب ما شاء الله، اجلس ابحث عنه. حرمت عليكم، اقرأ، حرمت عليكم الميتة، هذا الأول. أي ميتة؟ ميتة البحر وميتة الجراد؟ لا، غير ميتة البحر وميتة الجراد، محرم الميتة
بكل حال من الأحوال إلا ميتة البحر وميتة الجراد، هذه الميتة مفهوم؟ طيب ميتة غنم، ميتة بقر، ميتة إبل، أرانب، دجاج وغيره، هذا الأول. الثاني الدم، الدم محرم إلا من يعرف؟ الكبد والطحال. انتهينا. إذن الأول استثنين اثنين والثاني كذلك، صح؟ نعم. طيب لحم خنزير، طيب دم الخنزير من باب أولى؟ نعم. وما أهل لغير الله به، أهل لغير الله به، خرج إنسان بكبش سمين وتبع الشيخ عبد الله، قال إلى أين؟ قال إلى القبر. قال شرك أكبر هذا، قال تسكت أو أضعك مكان الكبش. خرج وهذا يراقب، جاء عند القبر، الشرط الأول إشكال، مسلم أو كتابي مشكل هذا. الثاني محدد، أنهر الدم وذكر اسم الله، قال بسم الله والله أكبر، وقطع المري والحلقوم والوجهين ومشى. جاء الشيخ عبد الله سحب الذبيحة قطع وأكل، يصح أو لا يصح؟ نعم يصح. سبحان الله، اسمع، أهل لغير الله به، الميت أحسن من هذا، أهل لغير الله به، الشرك أكبر، هذه ميتة بل أشد من الميتة، لأن الميتة لم تكن لغير الله أصلا. نعم. بعد هذا اجلس. المنخنقة، يضع في رقبته حبل أو تدخل مثلا بين الأشجار وتخنق وتموت، حرام. نعم. الموقوذة، يأخذ حجر ويضرب ويضرب عليها حتى تموت. المتردية، تسقط من مكان مرتفع. نعم. النطيحة، يعني إخوانا ما يجوز هذا، ما يجوز مصارعة الثيران، لا يجوز. في مقام قالوا الرفق بالحيوان، وفي مقام مصارعة الثيران، ما يجوز. المهم شاه تضرب الأخرى بقرنيها وتبوت الثانية، فهي حرام. نعم. وما أكل السبع، الآن يأتي الأسد مثلا ويأكل شيء من 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 غزال مثلا، أو من حمار الوحش يأكل منه قطعة، ثم يمشي هذا ويموت، هذا ما أكل، سبب الوفاة هنا ما أكل السبع. نعم. إلا ما ذكيتم، ما معنى هذا؟ هذا الذي يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، أدركنا هذا حمار الوحش قبل أن يموت وأنهر الدم، نزل الدم، حلال. الصعق يقول الآن تصعق بالكهرباء، تدركها قبل الموت تذبحها، ما الدليل على أن الحياة باقية فيها؟ انهار الدم، الدم يسيل، مفهوم؟ نعم. وما ذبح على النصب، أحجار كانت حول الكعبة يذبح عليها، هذا عمل جاهلية. نعم. شرك ولا شك، بارك الله فيك. طيب الصيد، الآن الصيد، يصيد بعض الناس بالحيوانات، الصقور والكلاب المعلمة، ويصيد البعض بماذا؟ إما بالسهام أو بالبنادق أو ما إلى ذلك. طيب إذا كان يصيد بالسهام بالبنادق لابد أن يسمي، سمى فالصيد حلال.
إذا لم يسمي فالصيد حرام، إذن في غير الصيد من باب أولى. الصيد بالحيوانات، أقول الآن اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الصيد سواء كان بحيوان أي كلب أو بطير كالصقر أن يكون معلم. كيف نعرف أنه معلم؟ يعرف بأن ينزجر إذا زجر ولا يسترسل حتى يرسله صاحبه، يقول له بسم الله يمشي، اجلس يجلس، وإذا أمسك لا يأكل، إذا أمسك لا يأكل، لأنه إذا أكل هذا فيه إشارة أنه صاد لنفسه، مفهوم؟ طيب، بهذا يعرف الكلب المعلم وكذلك في الصقر. إذا سمى بالكلب المعلم وأدرك الصيد وهو حي ماذا يصنع؟ يذكيه ذكاء الشرعي. وإذا أدركه وقد مات وسمى عليه فهو حلال الأكل. رمى بالسهم ثم وجد هذا الطير مثلا في الماء، نحن لا ندري الآن هل مات بالسهم أو بالغرق، ميتة، إذن نغلب الحظر على الإباحة. أرسلت كلبك وجدت الصيد مع كلب آخر، تنظر الكلب الآخر هل هو لمسلم آخر أرسل هذا الكيد وسمى عليه فالصيد حلال، وإذا كان الكلب الآخر لا ندري لمن نغلب جانب الحظر على الإباحة. نعم. قال فإذا غاب عنك يوما، رميت الصيد وغاب عنك يوم، وجدت بعد هذا طبعا ميت الآن، ولم تر فيه إلا أثر سهمك، يعني ليس فيه أثر نغرق بالماء أو يعني قد ضرب من مكان آخر، ليس فيه إلا أثر السهم، قال فكل إن شئت، يعني الأولى ترك. نعم. طيب، ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى باب الأيمان والنذور. هناك في من؟ أنا. بسم الله، أوقف صهيب، ما هي كفارة اليمين؟ ما هي كفارة اليمين؟ فتح الله عليك. نعم، يقول اصبر، ما هي كفارة اليمين؟ سبحان الله، بسم الله، صيام ثلاثة أيام فقط، خليك واقف. نعم، عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فتح الله عليك. أصبر يا أخوانا، أنا والله ما أردت شيء، أردت شيء واحد وهو أننا نعرف أننا لسنا أهل للفتوى. مسألة يسيرة جدا وهي كفارة يمين لا ندري عنها شيء، إذا من باب أولى التبديع والتفسيق والتكفير والطلاق والنكاح. بالأمس جاءني رجل قال اتفقنا مع الولي وكل شيء ثم بعد هذا رفض، وبعدين قال بعدين كفرته، لماذا؟ ما يصلي. طيب قبل؟ قال قبل يعني. طيب وبعد هذا؟ قال كل العائلة كافرة إلا زوجتي طبعا. وبعد هذا؟ قال بعد هذا
أتيت برجل تزوجني؟ قال نعم، والحمد لله زوجني والسلام. وبعد فترة، قال بعد فترة اتضح أن زوجتي من الخوارج. وبعد، قال كافرة. والآن، قال لنا عند أهلها. وماذا حدث؟ قال الآن ارتدت. سبحان الله، كل هذه الأحكام صنع وحده. في الأول تزوج، ثم حكم على الأب، ثم حكم على العائلة، ثم حكم على الولي، اختار الولي الذي يحب وعقد، ثم بعد هذا فسخ العقد وكفر الزوجة، ثم بعد هذا قال ارتدت. من السبب؟ هذا. والله إخواننا تسمع أشياء يعني ما تصدق أن هذه تقع من إنسان يعرف الإسلام ويعرف كذا. أجلس. كفارة اليمين، بسم الله، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نقول له اختار 1 من 3، اختار اللي تحب، عتق رقبة مسلمة أو تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، اختار الذي تريد من هذه 3. قال ما أستطيع، لا على العتق ولا على الإطعام ولا على الكسوة. نقول الآن تنتقل إلى صيام 3 أيام متتابعة. مفهوم؟ نعم. إذن لسنا والله أهل للفتوى، وبخاصة في هذه الأمور. من هو الولي؟ ومتى يكفر الولي؟ ومتى تكفر الزوجة؟ بالأمس قلت لكم عندما درسنا نواقض الإسلام، قال الحمد لله زوجتي تبغض التعدد، كافرة. يا رجل اتق الله. قال كافر. تدري، هذا أنا سألته عن أن الزوجة تعتقد فكر الخوارج. قال سألتني يوم، ما حكم من لم يحكم بما أنزل الله؟ وقالت لي طيب ما تقول في فلان الحاكم يصنع ويصنع؟ قال ها وصلتي؟ قلت له ماذا؟ قال خلاص انت خارجية كافرة. الله عجب يا اخوان. وصار الأمر والله أعلم للتشهي، أعجب فلان مسلم، لم يعجب كافر. إذن هذه كفارة اليمين. طيب، النذر، قلنا أن النذر على رأي الشيخ الإسلام محرم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لا تنذر أبدا، إذا نذر ننظر. نذر لمن؟ لغير الله شرك أكبر. نذر لغير الله في الحكم شرك أكبر، في اللفظ قريب من الحلف بغير الله. ولذلك قال هنا باب الأيمان والنذور. لماذا؟ لأن متقاربة في الأحكام، جعله في باب واحد وفي كتاب واحد. إذن النذر لغير الله شرك أكبر، في اللفظ كالحلف بغير الله، في الحكم شرك أكبر، لأن الحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. النذر أن يقول لله علي نذر، لله علي نذر، أي يلزم هذا الناذر أن يصنع كذا كما حلف بالله.
فإذا نذر وبالله إما أن يفي أو يكفر كفارة يمين. لو حلف على فعل محرم نقول تفي؟ لا، نقول يجب عليك ألا تنفذ هذا الحلف، ترجع عنه وتكفر كفارة يمين. وكذلك في النذر، مفهوم؟ الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار بعد صلاة الظهر بإذن الله تعالى. نبدأ كتاب الجنايات، والله أعلم، صلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم.